القمة 30 للاتحاد الإفريقي عرفت في يومها الأخير العديد من الاجتماعات التي تركزت على مشاكل القارة، من إصلاح المنظومة إلى الأجواء المفتوحة، مرورا باجتماع اللجنة المعنية ببحث تغير المناخ التي رأستها الغابون منذ يناير الماضي. أولا المغرب يعمل جاهدا ليقوم بدوره على المستوى الإفريقي ويشارك في مختلف الملفات المطروحة على الدورة الحالية للقمة الإفريقية، وعلى مستوى التطورات فيما يخص التحولات المناخية المغرب يساهم بطريقة فاعلة. رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أكد أن المغرب يدعم جميع المبادرات الإفريقية في مجال التغير المناخي، مركزا على وجود استراتيجية طموحة في مجال إعطاء دور أكبر للطاقة البديلة. الجلسات الأخيرة كانت مناسبة لتقييم الإجراءات والتدابير التي يتعين اتخاذها للحد من آثار التغيرات المناخية في إفريقيا. اليوم حضرت هذا الاجتماع اللي هو اجتماع يرأسه السيد علي بانغو رئيس جمهورية الغابون، والذي هو رائد التغيرات المناخية ومكافحتها على الصعيد الإفريقي، وأعلن دعم المغرب لجميع المبادرات في هذا المجال، وخصوصا أن المغرب عنده استراتيجيات طموحة في مجال التنمية المستدامة، في مجال النجاعة الطاقية، في مجال إعطاء دور للطاقة المستدامة. اليوم عندنا مشروع طموح جدا بالوصول إلى هدف 52% من الطاقة المستدامة. موضوع الهجرة شكل أيضا جزءا كبيرا من انشغال القادة الأفارقة، وهم يستعرضون السبل لوقف النزيف ومعالجة التبعات. المغرب استعرض تجربته الناجحة التي نالت التقدير بين القادة الأفارقة.